حقيقة تمثل بالنسبة لنا يعني حلم خرجنا من أجله، يعني وضحينا من أجله. كان الهدف ثورة ضد الاستبداد والظلم، ولم نحسب العواقب يعني، وتحملنا عواقب خروجنا، ولا زلنا إلى الآن. أتيت أنا وأولادي لنحتفل بهذه الذكرى، لأنها حقيقة تعتبر أقيم ذكرى، ذكرى بالنسبة لي يعني في حياتي كلها. يعني الخروج ضد الظلم والاستبداد هذه قيمة كبرى لا يمكن أن تقف يعني في الحياد عندها يعني. لذلك أنا أعتقد أنها إن, إن, إن هذه القيمة هي أجمل شيء يعني حصل لي في حياتي، برغم كل المآسي التي يعني والعواقب التي تحملناها بعد ذلك. فبراير بالنسبة لي حلم ولا زالت حلم، والثورة تعتبر عملية مستمرة. أنا أنظر للثورة إنها عملية مستمرة ولا تنتهي، ولا يمكن أن تحكم عليها لا بالفشل ولا بالنجاح، لأن الثورات لا تحكم بالفشل أو النجاح. الثورات هي عملية مستمرة، الثورات تحكم بالقيمة نفسها التي خرجت من أجلها. هل كانت القيمة والدافع هي الحرية والعدالة؟ إذن هذه يعني هي الفكرة وهي الدافع الرئيسي لخروج الناس. أقول للذي وقفوا في الحياد، انظروا أنفسكم بعد 20 سنة أو 30 سنة، ويمكن تقول لنفسك في أي جانب كنت أنت أصلاً. هل كنت مع الجانب مع الظالم أو مع المظلوم؟ هل وقفت مع فكرة الحرية والعدالة، ولا وقفت مع الاستبداد والظلم؟ الثورة التي جمعت كل فئات المجتمع اليمني أطفالاً ونساءً ورجالاً لا يمكن لها أن تكون جريمة، والثورة التي حولت المرأة من عار إلى مشارك أساسي في الميدان لا يمكن لها أن تكون جريمة. الثورة هي مخرجات الحوار الوطني، والإجرام هو عدم تنفيذ مخرجات هذا الحوار. فبراير أنا تعني لي كثائر أصيب في ميادين الثورة وشارك فيها، تعني لي هي الحلم الذي كنت أسعى إليه وأحلم به منذ ما قبل 2010 وما قبل 2009، وحتى منذ أن بدأت أن أعرف نفسي، يعني أعرف نفسي وبدأت أحلم. فثورة فبراير الانتقاد لها هذه الأيام طبيعي، فأي ثورة في حدثت من قبل، من أيام الثورة الفرنسية وما بعدها، أحد هذه الأحداث التي تحدث ضروري أن تجد لها رد فعل، ضروري أن تجد لها أصوات معاكسة، ضروري أن تجد لها أصوات معارضة، فهذا من الطبيعي جدا. الآن التحدي هو كيف الثورة أن تستمر، كيف للثورة أن هذا الزخم كما شاهدناه اليوم وكما شاهدناه في 2011 كيف له أن يستمر، كيف لهذه الجدوى الذي أوقدتها الثورة في قلوب الناس أن تستمر إلى ما لا نهاية، وإلى أن تحقق الثورة أهدافها. هذا هو التحدي. لا نلتفت إلى الأصوات المعارضة، لأن كل صوت تصحيح وتغيير له أصوات معارضة بالتأكيد. إذا نظرنا إلى تاريخ الثورات السابقة في الوطن العربي وحتى في دول العالم مثل الثورة الفرنسية، كان هناك جدا حركة مضادة لهذه الثورات، حركة مضادة للتغيير، ولكن الثورات جرفت في كل من وقف في طريقها وانتصرت. 11 فبراير قضية وطن وإنسان، قضية فيها ظلم وقهر، وخرجنا ضد الظلم والقهر والاستبداد، خرجنا من أجل حياة كريمة، خرجنا من أجل حياة إنسان يعني يحصل على أبسط حقوقه في هذه الدنيا. فبراير بالنسبة لي هو مستقبل، فيوتشر يعني، فعشان هكذا أنا إذا ما يعني إذا أبي خرج في ثورة واحتفل فيها، فيه تعني لي أنا كمان، لأنه خرج علشاننا، علشان يعني نعيش حياة زي الناس في بلادنا، والحمد لله يعني جيت احتفل.